FM. الكلمة ليك. معزوفة ممتازة ولا شيء من مأتاه لا يستغرب أنطونيو كارلوس جوبيم. ومش ناخو رأي سي فيصل دربال ضيفي على الهاتف. شقولك في هالمعزوفة سي فيصل الساعة؟ والله عفوا. مرحبا بك سي فيصل على موش كابي فام. كابي فام وحتى كان مخر شوية سنة عيدك مبروك كل عام حين بخير. لا لا فما العيد مثالش احنا 7 أيام وسبع ليالي سي فيصل. ان شاء الله كل عام حين بخير وانت بخير بالتوفيق. بارك الله فيك لقبول الدعوة الهاتفية هذه. احنا ان شاء الله مرة أخرى تجي بحثنا هوني في استوديوهاتنا في الحمامات. الوضع صعيب سي فيصل، الوضع صعيب. الأرقام اللي شيفخ نمانت با، الأرقام ما تكذبش. كنت نعطي في بعض الأرقام، أنا عارش كان استمعت ليهم، متأكد أنك موجودين عندك خطر. هذايا بش يكون حديثنا اليوم في لانفيتي دو ويكند. ارتفاع نسبة التضخم لشهر جوان لتبلغ 3.9%. ثم كيف كيف زاد فما إصلاحات ترقبوا فيها، والإصلاحات هذه باش تكون موجعة ومؤلمة ويلزمنا نصارحوا بها التوانسة الكل. سي فيصل خلينا نبداو ساعة بالرقم الأخير اللي خرج هذايا واللي سجلنا فيه ارتفاع بنسبة 0.4% خلال شهر جوان 2016 مقارنة بالمستوى تاع شهر ماي من نفس السنة، باش يوصل 3.9% نسبة التضخم. فما إشكالية في الصوت سي فيصل. أي فما إشكالية في الصوت شوية في الصوت. أي ما نعرفش إذا كانك تنجم تبدل المكان باش نحسنوا من الكاليتي. يعني نبعد شوية. نبعد شوية. خاطر احنا امطار كبيرة هيك علاش ما شاء الله. امطار مصلي على النبي. امطار غزيرة. لا احنا في الحمامات مغيمة لكن ما ثماش امطار. ممكن دخلت ممكن دخلت لنا في ثنية. اي ممكن دخلت لنا في ثنية صحيح. ماناش بعاد احنا 70 كيلومتر على تونس. صحيح هو خاطر الطقس يمكن فما حرارة كبيرة يمكن هذاك علاش. صحيح. ربي يرحمنا سي فيصل. ربي يرحمنا على خاطر يظل في أشد الحاجة لأنه نحسنوا الوضعية بصفة عامة. هات نبدأوا ساعة بالنسبة التضخم اللي قاعدة ترتفع. احنا مطلعنا بالله نسمع فيك هوني. نسمع فيك انا نسمع فيك توا مليح ان شاء الله. المستمعين كيف كيف برفيت. قلت لك ماذا بيا نبدا بحاجة إيجابية. ماذا بينا ماذا بينا بوزيتيف. الحاجة الإيجابية كونوا والحمد لله شهر رمضان اتعدى بدون حوادث وبدون معناها عمليات إرهابية، وهذه راه من 2011 ما عشناش. وهذا يحسب ويحسب لل 14 و15 معناها كل عام عندنا عملية إرهابية والحمد لله السنة ما جاتناش عملية إرهابية وإن شاء الله نواصلوا كما هكا يا ربي. إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا يحسب لي لإطاراتنا في الامن وفي الحرس. نعم نعم مجهودات كبيره ياسر 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 وشكر كبير ليهم في ظروف صعبه برشا. شكر كبير ياسر. يعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه وان شاء الله يا رب يا رب ربنا رب نوصلوا هكا ان شاء الله. ان شاء الله نواصلوا ان شاء الله معنا نقطع نهائيا مع العمليات الارهابيه ان شاء الله. بالنسبه للجزء نسب النسب اللي تم ذكرها 0.4% بالنسبه مؤشر الاسعار الاستهلاك انديز دي بري لا كونسوماسيون، وبالنسبه ل 3.9% نسبه التضخم. التضخم كان تسمح نوضح شويه الفرق ما بيناتهم. ما فيها بس 0.4% هو ارتفاع مؤشر الاسعار في شهر جوان بالنسبه للشهر اللي قبله. ومؤشر الاسعار اللي قبله مؤشر الاسعار الاستهلاك هذا ياخذ سله أنا أمبانيين اللي يهم المواطن العادي في نخص المواد الاستهلاكية بتاعه من حبوبة وخبز وفرينة وسميد وكسكسي وإلى آخره. هذا فما وقع فيه ارتفاع ونسبة التضخم اللي هي 3.9% هذيك رمية لاني هذيك معناها نسبة بالنسبة سنوية. هي نسبة سنوية. هذاك التضخم الأسعار بصفة عامة كل معناها مشكل المواد الاستهلاكية المواد الأولية والمواد الاستهلاكية والتجهيزات وكل شيء معناها داخل في نسبة التضخم.
دونك واحده معناها تهم المستهلك معناها المواطن كمستهلك في يخص المواد الاستهلاكيه نتاعو في يخص البانيه نتاعو، والاخرى تهم كل الاسعار بصفه عامه. ارتفاع محير نوعا ما. علاش محير نوعا ما؟ على خاطر فرحنا في اخر سنه 2015 وفي اول سنه 2016 بالانخفاض اللي تم تسجيله في مستوى اي وصلنا ل 6% سي فيصل، وصلنا تقريبا 6%. نعم بعد قعد يدحرج وينخفض وفرحنا وقلنا فما يعني نسق طيب، نسق قاعد ينخفض فيه، لكن توا تفاجئنا انه في الاشهر الاخرين عاود رجع. شنو علاش ولا اربع شهور الاخرى عاود رجع؟ ولا علاش؟ فما عده عوامل. العامل الاول هو العرض ما غطاش الطلب، رغم اللي الطلب حقه انخفض بحكم انخفاض عدد الأخوة الليبيين في تونس مقارنة بالسنوات الفارطة، مقارنة انخفاض عدد السياح مقارنة بالسنوات الفارطة، كنا ننتظروا باش الطلب باش انخفض، خاطر عندنا أقل أخوة ليبية، عندنا أقل سياح، دونك الطلب على المواد الأساسية والمواد الاستهلاكية باش انخفض، لكن ما انخفضش الطلب هذا، وإلا يمكن انخفض لكن العرض انخفض أكثر منه. دونك نعرفوا اللي كي الطلب ما كي العرض ما يغطيش الطلب، معناها لوف نكوفرو با لا دوموند اون توتاليتي، باش نجر عليه ارتفاع في الاسعار. قل لي وعلاش العرض ما غطاش؟ العرض ما غطاش على خاطر فما مشكل قايم الذات في تونس ولا بد من معالجته، هو مشكل الانتاجيه. نو زافون ان بروبليم دو برودكتيفيتي، معناها لي فاكتور دو برودكسيون كي بيرميت اللي قبل يمكنونا باش نصنعوا مثلا كرسي في ساعة، هو نصنع كرسي في ساعة ونص. دونك لا برودكتيفيتي ابيسي ابوكو بيسي. هذا العنصر الثاني التكاليف طلعت. التكاليف طلعت، تكاليف الاجور مادام الشهاري تزادت. يعطيك الصحة، الشهاري زادت. تكاليف الطاقة زادت. التكاليف العامة زادت، وفما زيادات اللي موقعش الاعلان عليها بصفه معناها كبيره كيما الماء والتطهير. اليوم الماء والتطهير، الماء لو بوتابل معناها الماء اللي نشربوا فيه واللي يتقص زاد برشا مرات برشا مرات، هذيك تزيد اكثر من 10%. وهذا ما فقناش بيه احنا، خاطر يمكن لهين باولاد مفيده يمكن. والله انا عمري ما تليت بها العقل، ما تليتش باولاد تليت مفيده يمكن. نسمع بها برا مع هذا على سبيل الفكاهه سي فيصل بطبيعه الحال، مش خاطر الارقام. اي الماء زاد ب 10%، هذا لازم نقولوه للمواطنين، الماء زاد في شهر جوان تقريبا ب 10%. 9.6% ايوه 9.6% تقريبا. وعندك العامل الثالث هو انحدار الدينار. تعرف اللي الدينار زاد فقد تقريب ما بين 9 و10% بالنسبه للاورو وللاورو من اول السنه لتوا، وفقد تقريب 8-9% بالنسبه للدولار من اول السنه لتوا. شو معناها؟ معناها الحاجه اللي كنا نجيبوها قبل نعملوا لها نوردوها قبل ب 100 اورو تكلفنا هون ب 210 دينار، تو اليوم تتكلم لك 240 دينار. هي نفسها توردها 100 اورو سي لو ميم بري، هو لو فورنيسور با اوغمونتي سي بري، ما زادش في الاسعار نتاعو. صحيح ما زادش في الاسعار نتاعو، المزود الاوروبي خلى الاسعار نتاعو كيما هو، لكن الدينار نتاعنا هو اللي طاحت قيمته مالوريزمون. هذاك دونك العوامل الكل هذوما نجر عليهم. شو نجر عليهم؟ نجر عليهم ارتفاع في الاسعار، تضخم. التضخم هذا راهو يلزم نوقفوه، خاطر كان من جديد يتواصل مش يكون مش يضر بالاقتصاد نتاعنا، مش يضر بالاستثمار، مش يضر بيقفة المواطن، مش يضر بماشي حوايج. دونك يفو تروفي لي سوليسيون اوبليغاتوارمون لو بلو رابيدمون بوسيبل، يلزم نلقاو حلول باش نخفضوا على الاقل ما نخفضوش الاربعه. ولو نصوم اوفر 9 على الاقل، خاطر معناها الشيفر 4 دو دافلاسيون سي ان بو انكيتون. كيما حكيت لي زافور اون ديفيز كي نتيحوا تحت ال 100 دو شيفر نوليو معناها في حاله. احنا ماناش بعد ياسر، احنا 112 يوم توا. 111 يوم دونك قد سي فيصل خاطر الامور
سري سي فيصل سي توفيق الراجحي اللي تعرفوا لازم هو رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية صديقي من أعز أصدقائي وكان ضيفي زاد في عدة حصص وفي على الأقل في إيكوغاما يعني في 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 إذاعة أخرى كان صرح للمغرب جريدة المغرب أنه أمام الشيء اللي تعيشه البلاد من عجز مالي متزايد اللي هدد البلاد هو انخرام التوازنات لي غران زيكيليبر ويقول لابد من معالجة العجز والإصلاحات كانت ضمن برنامج مالي واقتصادي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي وضمنت الخطة الإصلاحية 44 إصلاح وأبدى صندوق النقد الدولي موافقته على هالبرنامج اللي يمتد ما بين 2016 و 2019 والإصلاحات هذه أطلقوا عليها إصلاحات موجعة كما كنت تقول قبيلة وتتضمن أساسا احنا مش من نطولوش ياسر سي فيصل حسب سي فرحات توفيق عفوا في سي 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 توفيق سي توفيق الراشي مش فرحات بون ما نعرفش علاش رجع فرحات سي توفيق بطبيعة الحال يقول معناها فما التقليص في عجز الميزانية سي فيصل والمديونية واللي خاصة يعني يلزم التحكم في كتلة الأجور عجز الصناديق الاجتماعية عبر تمديد في سن التقاعد وثالثا معالجة مشاكل المؤسسات العمومية انت حسب رايك شنو هذوما الاصلاحات هذوما اللي مشاو في النوت هذه ابارامون للصندوق النقد الدولي والله يا سي منظر شوف انا سي توفيق صديقي خويا ومن اكبر الكفاءات عندنا في تونس في الاقتصاد لكن كل كلام اللي تسمع فيه هي. فاسيل ادير اغريابل ايكوتي تري ديفيسيل ا رياليتي معناها تقول انت هذوما حاجات ما نجموش نطبقوهم صحيح معناها سي دي سي دو سي دي فو بيو على ليميت سي دي فيو بارك الله فيك بس نعطيك حل اليوم الميزانيه نتاع 2016 الميزانيه نتاع 2016 ما وصلوا عملوا ديفيسيت بيدجيتير 3.6 مليار دينار الا بشكل انفس ومعناها ذات بوكو داكروباسي وما نجمنا نلقاو التمويل الملائم للعجز هذايا الا بصعوبه كبيره برشا دونك 3.6 مليار دينار نقول لك هذا لو ماكسيموم دو ماكسيموم كون بويس اتاندر او نيفو دو ديفيسيت بيدجيتير وهذاك علاش؟ اجوست تيتر اليوم توفيق يقول ولا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باش نخفضوا في الـ في الـ في العجز الميزانيه لكن شو نقول؟ نقول العجز هذايا تم تحديده على اساس نسبه نمو 2.5% على اساس دولار يساوي دينار و970 على اساس أورو يساوي دينارين ومية اليوم سي منظر نسبة النمو إذا كان خلطنا الواحد وخفات 5% بونا بي سفران اكسفلوا سفران اكسفلوا دونك واني ديجا موانزا بالنسبة للبريفيزيون تاعنا الدولار اللي حكيناه دينار و 970 اليوم بلفين ومية وبلفين ومية لورو اللي حكيناه ب 2100 اليوم بدينارين و 400 ودينارين ممكن و 500 دونك الارقام كل تغيرت الارقام تغيرت اوبليغاتوارمون لو ديفيسيت بيدجيتير ماشي تغير ما نجموش احنا نعملوا نسبه نمو 1% ولا 1.5 والدينار والدولار بدينارين و 100 والاورو بدينارين و 500 ونقول لك لا 200 ديفيسيت بيدجيتير ماشي قاعد 3.6 كيفاش يبقى 3.6 دونك كيفاش يقولوا لي مش نهبطوا في البيجيتات انت ما تنجمش تخليه في النيفو نتاعه هو مش مش تهبطوا انت ما تنجمش تخليه لا ولي معناها ما نجموش على الاقل نوقفوا ونقولوا احنا النزيف مش نخليوه في المستوى نتاعه هو هي ما زعما يفرجها المولى ها زعما يفرجها المولى سي فيصل ربي خلي نهايه المفضله خلي نسمع ملا انا تو انا نقترح لك باش نسمع محمد الجاموسي يفرجها المولى ونرجع لك ونرجع بعد الاخبار سي فيصل نواصلوا الحديث كاب اف ام الكلمه ليك